التسلط على الناس من أعظم دلائل حمق صاحبه، كما هو حال فرعون وأمثاله. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وقال: وإنا فوقهم قاهرون. لكن أصحاب العقول يتعاملون مع خصومهم بالعقل، فيؤجج الطالب في المعلم في فصله يذكر طرائق عديدة لقضية كيف أن أصحاب الذكاء يتخلصون. ولا سأضرب مثلا، وأنا أعلم أن الصالة تعج بالفضلاء جميعا والكرماء، لكن أنا لم أتي هنا لتقول أنني صالحا كذا وكذا. نحن أتينا هنا لنتدارس مسألة، فإما نتدارسها بربانية واضحة أو نتركها. نعود نقول مثال. يقولون في إحدى الدول الغرب كان هناك ضابط يعشق في ثقافتهم الرهان، ويراهن دائما على ما يعرف وما لا يعرف. فأراد المسؤولون عنه أن يؤدبوه، فبعثوه نقل تأديبي إلى آخر، وبعثوا معه بخطابا يقول: إن النقيب فلان من خيرة جنودنا، لكنه مغرم بالرهان، ونريد منك الخطاب للعقيد أيها العقيد أن تؤدبه. فالعقيد عندما استلم الخطاب ظن بنفسه خيرا، لأنه أحال إليه تأديب من يستحق التأديب، وقال له ومجموعة من الحاضرين يشهدون: سأؤدبك، سأجعلك تترك الرهان، سأفعل سأفعل سأفعل. هذا كله والنقيب يسمع. لما فرغ من كلامه قال النقيب للعقيد، قال له: فرغت؟ قال: نعم. قال: أنا الآن أراهنك على أن أسفل يدك اليسرى ورم شديد. طبعا كل إنسان يعرف نفسه فيه ورم وليس فيه ورم. فقال العقيد وهو على يقين أنه ليس فيه ورم يريد أن يؤدبه، قال له: على كم؟ قال: على $1,000. فأخرج النقيب 1,000 ووضعها على الطاولة، فأخرج العقيد 1,000 على الطاولة. ثم إن العقيد فتح قميصه وخلعه والملابس الأخرى، ثم قال للحاضرين باعتبارهم حكام وشهود: هذه يدي اليمنى، هذه يدي اليسرى، ألا ترون شيئا؟ قالوا: نعم. فأخذ 2,000 وهو يقول للنقيب: يا أحمق. فقال له النقيب: بل الأحمق أنت، أنا راهنت العقيد الذي بعثني إليك على $3,000 أن تخلع ملابسك أمام الناس. الآن من هذا يتضح أن هذا وصل لمقصوده بعقله، بعقله وصل إلى مقصوده ليس بقوته. عندما تشيع ثقافة العقل والرأي والفهم كيف تصل إلى مقصودك، سيتخلى أصحاب السكاكين والمطويات والقوة عن مقصودهم. وهذا من طرائق كيف يقلل العنف في حياة الناس.